خطة متكاملة استعد بها مطار الكويت الدولي في الوقت الذي يشهد فيه حركة كثيفة من قبل المسافرين مع بدء موسم الحج والعودة من الإجازات. إدارة العمليات بالمطار رفعت درجة الاستعداد من خلال تشكيل فرق إسناد من 160 موظفا لتسيير حركة العبور من المهاجرين والقادمين. كما في كل المواسم أتمت إدارة العمليات في مطار الكويت الدولي استراتيجية متكاملة لتسهيل عودة المسافرين من الإجازات الصيفية وكذلك انطلاق الحجاج وعودتهم من الحج، حيث تتوقع أن يصل عدد الرحلات المجدولة ما يقارب 148 رحلة يوميا في أيام العودة كما في أيام مغادرة الحجاج. السنة هذه بالذات تزامن معانا ثلاث مواسم وصول، اللي هم العطلة الصيفية نهايتها وكذلك عيد الأضحى وعودة الحجاج في نفس الوقت، تنسيق مع الجهات الأخرى في المطار الداخلية والمجمع، إدارة المجمع في المطار، في إغلاق جميع المنافذ والمداخل في المطار بحيث أن تكون إجراءات الوصول للمسافرين أسرع وأسهل، على طول يطلعون برا المطار. وبالنسبة حق الحجاج يتم استلام العفش والحقائب في منطقة الشحن وبالتنسيق مع الحملات الحج في الكويت. من ناحية المغادرة عندنا حوالي 148 رحلة يوميا قاعد تطلع من مطار الكويت كمغادرة، ووصول بنفس العدد تقريبا اللي هي وصول 148 ل 150 رحلة يوميا. بمساعدة فريق إسناد يعمل وفق نظام النوبات متواجد في المطار ليلا نهارا، يودع مطار الكويت الدولي الحجاج ويستقبل العائدين ابتداء من 16 من الشهر الجاري. إدارة العامة للطيران المدني كان عندها خطة موضوع لموسم الحج أو موسم عيد الأضحى، تشكيل فرقة إسناد من موظفين إدارة العامة للطيران المدني إدارة العمليات يكونون متواجدين على مدار 24 ساعة من نظام النوبات. تكون الفرقة تقريبا من 160 موظف على يعني على نظام النوبات متوزعين. إدارة العمليات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى في المطار تسهر على انتقال الركاب من وإلى الكويت، وهي تتمنى من المسافرين التأكد من أوراقهم الثبوتية والتقليل من المستقبلين والمودعين لتفادي زحمة إضافية في قاعات المغادرة والوصول. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.